استباحة. ورجعنا يا جماعة من الفصل بتاع المشويات أو حفلة الباربيكيو. المرة اللي فاتت أو الفصل اللي فات عمل لنا كريم الصدر التكينو اللي هو التكينو اللي هو إيه بالمصري؟ الرومي. ديك الرومي. ديك الرومي وقطعة برضو من صدور الفراخ عملها، شفنا التتبيلة بتاعته اللي هي على الجاف، مفيش ما استعملش بيها أي سوائل خالص، بس طبعا هو بدأ بأن هو يدعكها بالمستردة عشان لما ينزلها مع الحاجات الجافة دي تمسك وتدينا الطعم المطلوب، وشواء زي ما احنا شفنا في الطاسة. هنعمل الطبق بتاع أمل برضو طبق أردني، بس طبعا قبل ما نخش في الطبق هندوق، وعشان نشوف كريم عمل التست بتاعه ايه. طريقة مختلفة. طريقة اللي هي الجافة من غير اي سوائل خالص. جو بديع جميل، كل حاجة فيها وزهرة جميلة جميلة، كومبليمنت زي ما يقولوا يعني. بكم دوقوا يعني نفسنا في مرة بس مش احنا نجرب كفاية احنا ناكلها صح، شبنا فيهم احنا خلصها وبعدين نقول لهم ايش رأينا. اسم مش بقوله من حضر السوق بتسوق. انا هاخد حتة كمان لانها فعلا عجبتني جدا، جميلة جميلة جميلة. والله معقولة والله العظيم. واحنا هنا نقعد نتفرج ولا هنعمل ايه يعني؟ شفتي زاكية حبيها تحت عايزة تاكل منها بس حرة على فكرة كثير زاكية. استغفر ايديك. هو عشان حاطط فيها لا التوابل اللي حطيتها كلها، يعني هي طريقة جديدة مش متعارف عليها في طعم جميل في التتبيل اللي هو التتبيل اللي على الناشف يعني الجاف يعني. امل نعم يلا انت بلش. ايه الطبق بتاعك؟ يلا تعال اقول لك. قولي لي. رح اعمل اليوم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا اهلا بيك. حلقه ايش؟ المشاوي. المشاوي باربيكيو. انت بتكره اعزائي المشاهدين ايش؟ يقولوا عليها باربيكيو. انا بقول مشاوي مشويات. باربيكيو انا بكره هاي البي والبي مشويات، عندي مشكله فيهم. مشويات يا جماعه مشويات. باربيكيو مشاوي مشاوي. يلا مشاوي باربيكيو. احنا عملنا نحضرنا حاجه هنا قبل ما نخش. انا رح اعمل صاجيه. صاجية. صاجية. ايش اسمه صاجية؟ هاي الصاجية بس نروح رحلة ويكون الجو ربيع والكون بديع والكون وقفل على كل المواضيع. أيوة. شفتي ما اشترني؟ صح. بحفظ. فالمهم بنكون قاعدين بالرحلة وحاطين الحطب، فهذا بتسوى على الحطب يعني. أيوة. هو بكون بهيك بطاسة يعني. أيوة. مش انه على شواي ولا على اشي. بس الفكرة منها انها تنشوى اللي بتنطبخ على الحطب. أيوة. ماشي. هلأ عبارة عن ايش؟ عبارة عن لية تبعت الخروف. اللي هي ايش تقول لها انت؟ دهن. لا ليه ليه صح ليه. ولحمه خروف مقطعينها راس العصفور يعني هالقد مربعات صغيره قصيره. نعم صغيره صغيره. راس العصفور. اسمها هيك التقطيعه هاي راس العصفور. راس العصفور يعني قد راس العصفور. ماشي. وبصل مقطع صغير وبهارات مشكله. وشايف ان انت شويتي الثوم. لا هاي التومه والبندوره والفلفل والبصل والليمون. هاي سلطه للمشاوي كلها مشويه حشوناها من قبل. أوكي. ماشي خلينا نبلش. تقدر تعطيني لي لو سمحت؟ هلا احنا حمينا المقله كثير يعني كثير. رح نحط بقلبه الليه. هلا احنا مش رح نستخدم سوائل الا الليه. الليه بس هي تدوب. تدوب وتبدا بقى دي طعم جميل وريحه جميله طبعا. عايزين نقول ان الحطب اللي انت عماله تقوله لنا دوت اللي هو الفحم. لا لا الفحم غير عن الحطب. الحطب الخشب. ايوه. اوكي. يعني انت لا لا غلطانه. انا غلطانه. الحطب غير الفحم. طب ممكن تدينا سكينه من جنبك؟ الحطب غير الفحم عشان انت جيتي المسكينه دي جت تدوق اديت لها شفتين بالغلط. تصدق انا ما عنديش سكينه. طب ولا تزعلي نفسك. انا هدوق برضه. طيب ايش رايك انا اتبل هون؟ ماشي. احط الملح. بسم الله. أبا كتير حطيت. ماشي. ونحط الفلفل الأسود. شايف هلأ حتدوب اللية صح؟ طبعا. خليها تسوي زي المادة الدهنية عشان نحط فوقها البصلة. مدوب خالص؟ يعني شوي ولا ممكن يعني؟ لا لا ممكن بس شوي. هلأ صار في عنا يعني مادة دهنية شوي ححط فوقها إيش؟ البصلة. البصلة اللي هي دي كمان بتدي طعم حلو قوي. وبعدين تعمل بقى هي اللي بتعمل الدخن كده. الدخن الدسامه. تحسسك فعلا بالشوك. لا وتجيب الزبون. وتجيب الزبون. على كلامك يا شيف محسن، كنت مره هنا في برنامج الصباح كان في شيف كان جاي كان بيشتغل في احدى مطاعم المشويات يعني. اوكي. قال لي ساعات ما بيبقاش عندنا زباين والناس ماشيه ورايحه جايه قدام المحل، نجيب حته ليا نرميها على الفحم.
ايوه عشان تجيب الطعم تطلع ريحه تجيب الناس من اخر الدنيا. كتير عايز اقول لك بس ان انا يعني البتاعه دي فظيعه، بس انا اول ما اخذت ودقت شطه شطه فظيعه. اذا انا حطيت حبه فلفل احمر حار ايوه قطعتها وحطيتها فوقهم وحطيت بهارات مشكله تقريبا معلقه كبيره ماشي. راح نجيب اللحمه راس العصفور. راس العصفور انتوا راس العصفور عندكم تبعت الشوربه. لسان العصفور الثاني لسان. شوربه لسان العصفور احنا عندنا لسان العصفور انتوا عندكم راس العصفور. وتعملي عصفور وينج زي التشيكن وينج. بس هو بقى كله هيتخلط مع بعضه في كله. في الوقت ايوه ايوه وضلوا على الحطب دي. وايش وضلك تحرك فيه على ما يستوي معاك. ريحه التوابل دي جميله قوي جميله طلع. والشطه كمان بقى ايه طلعت بس مسيطر عليها القرفه. القرفه هي التوابل يعني. هي التوابل دي مشكله دي بنشتريها جاهزه مشكله ولا هي بتعملها؟ هلا انا بتشتريها جاهزه في وهي انا جايباها يعني في بهارات انا بعملها لحالي يعني هي سبع بهارات عرفت اللي هم بخلط حب الهال وجوز الطيب حبهان وجوز الطيب يعني انا شوف بحكي حبهان ثلاثة ظرفة معي بالاردني ولا ظرفة معي بالمصري حاولت اجمعهم تجميع ما ظبطوش. واليوم ثاني حبهان لا لا مظبوط مظبوط حبهان وجوز الطيب وقرفة مطحونة وكبش قرنفل وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وبتقدر تحط شوي من جوز الطيب. هذول كلهم بكميات متساوية بتطحنهم كلهم مع بعض وحطهم مطربان وخليهم على جنب كل ما بدك تعملهم. تمام حلو مطربان صح؟ بطلع. احنا نقدر نوطيها هلا يا شيف ونتركها براحتها ماشي؟ تمام اوكي بنقدر نحط عليها نقطة مي. مي نقطة. هلا هم بس يعملوها صاجية بتكون كمية اللي هي اكثر عشان هيك بتنزل الدهن كله بتنزل الدهن كله. ايوه خليها هلا على راحتها. هو بعد ما يعني في اي شوي برضو عايز انوه انه انت في اي شاوي لازم الدهون هتلزق الدهون هتنزل والتوابل وهتلزق في اللحم نفسه في القعر الطاسه قصدي الجريفي او الصوص اللي بيبقى من الجوس بتاع الحاجه اللي انت بتشويها بيتاخد ان انت بتطلع الحاجات ديت يا اما بتكحتها وبعدين بتحط ميه يا اما انت بتحط الميه وهي بتطلع لوحدها فبتعمل لك الصوص اللي في الاخر ده. اللحمه اللي انا عملتها في الاول كان معاها صوص بس انا اخترت احطها على الناشف ممكن تاخد الصوص برضو اللي هيطلع طبعا. من عند امل وتحطه على الطبق بعد ما يتعمل. ولما يلزق ده صوص بالظبط في ناس تسيبه بالظبط لا لو زودت لو اديت له ميه خلاص هيرجع تاني بس بالظبط. طيب ايش رايك انا ندخل على السلطه؟ خش على السلطه نخش على السلطه. طب الخف نعم هشوفي هنعمل ايه في السلطه. عايزه سلطه احنا شاويينها بلون شاي ايوه عشان ايه هلا هدول كله شاويينهم قبل ما نبلش احنا ماشي. حبات البندوره راح نقطعها صغيره سلطه مشويه مطلوب ان احنا نعمل نشوي برضو الخضروات شاويين يعني بتعرف كيف نشويهم يعني كيف بنعمل مرات مثلا اللحم الشقف على سياخ بنشك الحبات البندوره والبصل والتومه فهدول هيك بنحطهم معاهم زي الشاورما زي على الشاورما صح يعني اقرب حاجه للناس عشان اول الستيكين اللي هو حش بتحش في حاجات كتير بحط معاه الخشب دي والحديد والحديد الاثنين تبعت اللاعب مشاوي الكباب والكفته والصفيح مين والالمونيا في بالالمونيا كمان الالمونيا النبي الايرانيين يعملوها اوكي لا المعلومات انا بقولها انا بضحك بس معلومات بجد اوكي طبعا احنا بنستفيد منك يا شيف لا لا ده انا اللي بستفيد منكم ازاي بقى والله انتوا كلكم بتستفيدوا مني بس اكيد ولا تزعلوا نفسكم افضلوا تتعزموا كتير كده شوف توم مشويينها طب ليه التوم مشوي مشوي عشان هلا يشوف الطعم كله مشوي بمشوي عشان تصير السلطه تبعت المشاوي حتدوقها طعمها كتير رائع جميل اكيد كثير رح يطلع طعمها رائع بتشوف. اقول لك على حاجه بعدين بتغمسها بالخبزه عارف بالمناسبه بقى اقول لك على حاجه للتوم ده تفضل جيبي التوم راس التوم دي اوكي كامله زي ما هي كده ماشي وتروح لفها بورق الالومنيوم تمام تغطيها خالص بورق الالومنيوم وعلى الشمعه بتاعه الفرن اوكي حطيهم في صينيه كام واحده كده ودخليهم الفرن يستوي من جوه افتحي من فوق كده ودوسي كده عصري اكن معاكي انبوبه بتاعه كريم اوكي بس مشوي طبعا رائع اولا بيقلل لي كنرمين ريحه الثوم القوي صح ومشوي بيبقى طعمه جميل قوي لما يتحط مع الحاجه اكيد
كلنا نحطه في الفحم. نحطه طب بتاخد وقت قد ايه بقى على النار؟ سوري يا شيف. ايوه اسف. بتاخد وقت قد ايه على النار؟ يعني هي بالعاده بدها ساعه زمن. ساعه عرفت؟ احنا هلا بس يعني المفروض ان لا على الحطب بدها ساعه. نعم الغنم بيستوي بسرعه. بس ما هي الحطب ما بيكونش كثير عالي، لازم تكون النار واطيه كثير. لما قلت لي الحطب عرفت ان لازم النار تكون واطيه. ايوه بالظبط. ان الحطب هلا احنا هي هيك هي بهذا المنظر يعني وبهاي الريحه راح تكون، وهذا يعني حدوق الطعم كثير زاكي. بس اكيد احنا هلا ما عندناش وقت انها تستوي معنا لان اللحمه لازم يعني تنتهي معاكي. تمام. عرفتي؟ بس على الاقل احنا شفنا الطريقه يا جماعه النهارده بنزل الحلقه. طبعا خلي بالك برضه ان احنا نشوف الطريقه اكتر ما يعني في حاجات طبعا هتطلع وهتستوي الحمد لله. طرق ثانيه غير المارينيشن اللي بنعمله في حاجات هتاخد وقت. بالظبط هي الطريقه معروفه. يعني احنا هلا بالنهايه احنا هيك مخلصين الطبخه. يعني احنا بالنهايه يعني لما نعمل الطبخه بتكون جاهزه انها يعني بس انت عليك انك تزود الوقت عرفت؟ يعني ما في مقادير لازم نزيدها وما في تكات لازم نزيدها. بالضبط. فيعني احنا يعني بتهيأ ان شاء الله ما نكون مقصرين يعني مع الجمهور ان احنا عم نعطيه كل شيء. ممكن نغطيه ولا لا؟ ولا هو بيبقى مفروض انه لا بره ما بتغطى. لا بره ما بتغطى عشان لو كده يستوي اسرع. زي ما الشيخ محسن بيقول طبعا عشان نسرع السوا يتغطى يتصفى. انا برافو عليك. ويفضل الميه بتاعته والجوس تطلع صح. امل انا عايز اسالك السلطه المشاوي اللي انت عاملاها دي ممكن نحط فيها اي نوع خضار ولا هم بس يعني اي نوع خضار؟ بس لازم تكون معاكي حاره نرمين عرفتي. اوكي. يعني اهم شيء لازم البندوره والبصل يعني والثوم يعني مكون اساسي. يعني ايه لازم تكون معاكي حاره؟ يعني لازم تحطي الفلفل الحار هذا ما تستغني عنه ابدا. تكون يعني حراقه. حار يبقى شيء حار. اوكي. حرحروني يعني. حرحروني اعطيني الملح لو سمحت. حرحروني. لا حرحروني. هلا هيك بنكون احنا. انت منيحه؟ انا منيحه وانت؟ الحمد لله منيح منيح. تمام. ريحه اللحمه كمان اسمها ايه؟ الصاجيه. ايه انا موجود صاجيه. لا كبيره لو سمحت. ريحتها جميله. ريحتها حلوه كثير وطعمها عن جد رائع. لازم نطلع هيك يوم رحله مع بعض كلنا اكيد. طب وده عاده بيتقدم ازاي بقى يعني كيف بتاكل يعني جنب خبز تقديم بالخبز ولا خبز؟ طبعا خبز معين ولا اي خبز؟ لا في عندنا الخبز الطابون احنا بتعرفه خبز المشروح اسمه اللي بيجي كده على بكون له فقاعات من فوق عرفت سخن ومعاه لبن ومعاه زيتون اخضر واحنا ده كان في الكويت يسموه العيش الايراني. ايوه احنا عندنا خبز الطابون اسمه ما عندناش هو زي الصاج زي العيش الصاج يعني حطيت الملح حطيت هل دي اكله مدينه ولا ريفيه؟ لا عندك. لا لا البدويه بدويه ايوه عشان بس نبقى ايه رح نحط احنا سلطتنا هون. يعني انت لما قلت لي عيش وحطب عيش بتاع وكلام يعني عندنا في بلدنا وانا صغير كنا بنعمل الحاجات دي بس في البلد بالبلد المرحرح والناشف منه والطري والحاجات دي. ايوه الليمون بقى هنستعمله. انا حطيت ليمون على السلطه حطيت البندوره كلها مع بعض حطيت الفلفل الحار وحطيت الفلفل الاخضر كلياته مشوي والثوم والبصل والليمون والملح خلاص هيك تمام. تمام. طب احنا الاكله بتاعتنا جهزت ولا هنطلعها في الفقره اللي جايه؟ لا لا خلاص. لا جهزت اعتقد اصل لا. كمان راس العصفور صغير قوي فالعصفور صغير كناري بس الاول العصفور كان متعذب قبل ما هو اعتقد بس في الاسود. تمام تمام يلا شايف اسكب لنا اياها لو سمحت. لا بتقدر تاخذ مغرفه من هناك سيطر على الوضع؟ أكيد ماشي. أوه شايف حلو تبقى ريحتها لا ويبقى طعمها حلية كمان يا أمل أكيد بتدي طعم فظيع. أي شيء دسم زاكي. بس بصي اللحمة يعني بالذات في الباربيكيو أو في الشوي لما بتاخد وقتها بتاخد وبتتخدم في درجة الحرارة وفي الوقت بتطلع زي ما أنت عايزة زي ما بدك بالظبط. تسلم ايدك يا امل تسلم ايدك شيف محسن وايدك يا رب تسلم لي ويسلم لنا هالطبق الاردني يلا يسعدك يا رب سلمنا هالايد ايوه اللي عملت الطبق. طيب هو الطبق ده يعني لازم يجي هنا عشان يبدأ فاحنا ممكن نستنى عليه ما يبرد عشان مش هديك فرصه للدوق انا عارف انت عارف نيتك مش صافيه. طيب نطلع فاصل ايه رايك وبعدين ندوق في الفاصل اللي بعد يكون حتى ايه برد شويه. طيب هيك احنا بنكون خلصنا طبق الساجيه الاردنيه عملت معاها شوربه بدي اقول لك سلطه المشاوي وبالفصل الاول كريم عملنا وصفه بتاخذ العائله وبنصحكم عن جد تجربوها لانها اول شيء سهله وستات البيوت او العرايس الجديده يعني داخلين على عالم الزواج الجديد ولسه ما عندهم خبره بالوصفات انا بنصحهم بوصفه كريم لانها ما بدها وقت ولا بدها جهد هي عباره عن بهارات
بتتبلي فيهم اللحمه وتتركيها تسلقيها وبتشويها. نطلع فاصل ونرجع نورجيكم باقي فقراتنا.